البضائع الرمضانية في باكستان للمشاهدة. حركة البيع والشراء محدودة بفعل الركود الذي يجتاح العالم، والأزمة أكثر عمقا في باكستان مع انتشار الفقر وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. فقد حققت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا قياسيا قبل شهر رمضان، فزادت الفقراء هما على همهم. بالطبع سنصوم، ولكن على أي شيء سنفطر؟ حتى الآن لم أشتري شيئا، كل شيء يبدو فوق استطاعتنا. الأزمة أكبر بين أكثر من 2 مليون نازح في شمال غرب باكستان، هربوا من ديارهم بعد أن كثفت القوات الحكومية هجماتها على معاقل حركة طالبان، فأصبحوا يعيشون ظروفا صعبة ويعتمدون بشكل أساسي على المعونات التي تقدمها وكالات الإغاثة. الوضع في غزة ليس أحسن حالا، سكان القطاع صائمون من قبل حلول شهر رمضان بفعل الحصر المفروض عليهم، ومع ارتفاع تكاليف تهريب البضائع عبر الأنفاق قفزت أسعار البضائع الرمضانية، وحكومة حماس لا تملك غير الدعاء، سائلين الله تعالى أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة ونصر ومجد وعزة وفرج ورفع للحصار عن قطاع غزة ورفع للآلام عن قدسنا الحبيبة. ولسكان القدس معاناتهم الخاصة، الوصول إلى المساجد مرهون بموافقة الجيش الإسرائيلي، ولكن المسلمين في المناطق المشتعلة تلقوا تهنئة خاصة. رمضان كريم. الرئيس الأمريكي جدد وعوده بتنفيذ السياسات الخارجية لبلاده. ننهي الحرب في العراق بشكل مسؤول، ونعزل المتشددين، ونمكن الشعوب كما نفعل في أفغانستان وباكستان، ولن نتراجع عن دعم الحل القائم على دولتين الذي يعترف بحقوق الإسرائيليين والفلسطينيين عيش في أمن وسلام. رمضان يأتي في ظل ركود تجاري في بريطانيا أيضا، ولكنه جاء بمكاسب اقتصادية على متاجر لندن، فالسائحون العرب كثفوا جولات الشراء خلال الأيام الماضية، مما حقق انتعاشة طال انتظارها. أحمد الشيخ، BBC.